مستمعينا الكرام، صحتي راس مالية. اليوم كيرافقنا الدكتور سمير كراكشو، اخصائي في جراحه العظام والمفاصل بمدينه الرباط. صباح الخير دكتور كراكشو. صباح الخير. رمضان مبارك سعيد، واخا حنايا في العشر الاواخر دكتور كراكشو. شكرا. حتى انا كنقول لك رمضان مبارك سعيد، وكنشكرك على هذا الانفيتاسيون. مرحبا مرحبا دكتور، توفيق للبرنامج وليكم والجميع. بارك الله فيك. اليوم دكتور سمير كراكشو بغينا نتحدثوا على التهاب المفاصل ديال الركبة، او كما كيعرف الكل بروماتيزم ديال الركبة. هنا يعني كأول سؤال نطرحه، واش كاين هناك اسباب وراء الام الركبة يعني في الاول؟ فعلا وراء الركبة ولا الالم ديال الركبة كاين بزاف ديال الاسباب، وما بين الأسباب اللي هي متواجدة بزاف هي اللي كنسميوها الأرتروز. نعم، هشاشة العظام اللي كتعطي، ولا ديستركسيون، التهاب ديال الكارتيلاج اللي موجود في جميع المفاصل. وبما أن الركبة كنتمشاو على رجلينا، دونك كنوقفوا على ركبي، دونك هذا الالتهاب ديال داك الكارتيلاج يكون بقوة في ركبي، هو اللي كفحال قلتي كنسميوه الروماتيزم. المغاربة ديالنا كلشي كيقول بصفة عامة عند الروماتيزم الركبي. نعم. فمن بين هاد ليزيتيولوجي المسائل اللي كتأدي لهذا الالتهاب، فكاين بزاف ديال المسائل، منها عند العيالات سيغتو لو ديغيغلومون هرمونال من بعد ما كتجي لامينوبوز. كاين الناس اللي كيكونوا عندهم واحد الوزن كثير بزاف، فالركبي ما مديرينش مثلا باش يهزوا واحد الوزن كبير. وكاين بزاف ديال العوامل، منهم لي تروماتيزم، منها كاين بزاف ديال العوامل. نعم. وهنايا دكتور كراكشو كاين كثير ملي تيحس على انه روماتيزم طبيعة الحال تيمشي لعند طبيب المختص. ايضا كاين هناك يعني بعض الناس في المنازل تيبداو يديروا الاشياء اللي تتسخن الركبه، تيديروا دي بوماد يعني من ديتهم راسهم. واش هاد الاشياء تقدر يعني تخلي الالام او لا تخلي هاد الالتهابات تكون اكثر؟ هو فعلا حنا في المغرب كنشوفوا هادشي في المغرب عندنا بزاف، هي انه سي لوتو ميديكاسيون. بزاف ديال الناس كي اي حاجه ماشي غير بالنسبه للتهاب ديال الركبه كيبدا بعد نوبات كيداوي راسو بيدو. نعم. خصو ولا بدا يشوف الطبيب، خصو يطوب يشوف اختصاصي ولا الطب العام. الطب العام كله يفيدو بعدا اولا، وهو اللي يدير بزاف ديال المسائل، يدير راديوات، يدير ومن بعد على حسب شنو غادي يلقى الطبيب العام يمكن له يوجهو سواء الطبيب الروماتيزم ولا الطبيب ديال جراحه العظام. فبحال اللي قلت كاين بزاف ديال المسائل اللي كتخلي هذا الالتهاب في هذا الراكب. فمن الاحسن كنظن فعاولي ديروا لوطو ميديكاسيون، من الاحسن تشوفوا طبيب. فعلا في بعض الحالات ممكن في الاول الا درتي واحد البوماده وهدلات عليك شويه الحريق، لان في الاول ديال الالتهاب ممكن يكون واحد النتيجه، ولكن بزاف ديال الحالات هذاك الالتهاب ما غاديش يبرن لنا السبب مثلا ما داويناهش، فغادي يبقى داك الالتهاب غادي وكيتكاثر، ومن بعد غنوصلوا لواحد المرحله سورتو الى داك المريض تعطل بالشع عند الطبيب الاختصاصي، غنوصلوا لواحد المرحله هي اللي غيبقى لنا ما كاينش حل اخر من غير الفتيح. وحنا كنحاولوا باش قبل ما نوصلوا للفتيح كاين بزاف ديال الحاله ديال لي زيتاب اللي باش نداويو هذا السيد ونخليو له الركب ديالو بلا ما نوصلوا للابروتيز باش نزولوها، لان يكون ديجا داك الكارتيلاج. نقدروا نوصلوا حتى لاننا نقدروا نزولوا الركبه؟ اييه، هذو بعض الحالات اللي كيمكن نوصلوا لها الا كان داك الكارتيلاج كله مشى ما بقاش فيه حتى شي حاجه، كله الا ديتخوي. دونك بالزمن خصنا نديرو باش لينا المريض ديك الساعه كيبقى عنده جوج ديال الحالات، اما يجلس ما يبقاش يوقف لان عنده الحريق. نعم. ما يمكنلوش يطلع في الدروج، يهبط في الدروج، ما يمكنلوش يصلي، ما يبقى جالس، ولا خصو يمشي يفتح. وديك الساعة خصنا نديرو ركبة اصطناعية اللي كتعطي نتائج مزيانة. نعم. هذاك الشيء علاش قلت لك من الأحسن يمشي عند الطبيب باش يشوف قبل ما نوصلو لهاد المرحلة هذه، لأن لاختروز نتاع الركبة فيها بزاف ديال المراحل، فيها ستاد 1 ستاد 2 ستاد 3، وهاد الستاد ما حد أنت كتعقل، ما حد كنوصلو داك الستاد اللي ما كيبقاش حتى شي حل آخر من غير تبديل الركبة.
نعم. ومن الاعراض يعني كاين من غير الالم ما كاينش حاجه اخرى؟ يعني الواحد من تيحس بالالم كيحس براسه على انه ما بقاش قادر يتحرك، ما بقاش يقدر يدير بزاف ديال الحوايج، تيحس على ان كاينه شي حاجه اللي ما هيش في الركبه ديالو، اللي يمكن لها تكون روماتيزم او هشاشه ديال العظام ديال الركبه. الو، بالنسبه لهذا لاغتروز ديال الركبه خاصه هو الالم. نعم، هو الالم. السيد كان من قبل كيتمشى، كيدير 500 متر، كيمشي للجامع، كيرجع، من بعد بشويه بشويه بدا كيجي الحريق، خصو يوقف، الى جلس راه ما عندوش الحريق. اكثريه احنا عندنا بان ما لاننا بلد مسلم، اكثريه كيجي يقول لك ما بقيتش كنقدر نصلي، كنصلي جالس، كنطلعو نهبط في الدروج، ما كنقدرش كنطلع بشويه بشويه. هادو كلهم اعراض ديال هاد لاغتروز ديال ركابي. نعم، ولكن خاصة هو الألم، هي لا دولور الحريق، وكتبزز على ذاك السيد بأنه يجلس. وبعد النوبات كنبداو نشوفوا بأن الركابي بداو كيديفورماو، يا دي ديفورماسيون، لي جون كيوليو أركي، كنقولوا بحال الفركاح. نعم، لأنه جوستومون ذاك لا ديستركسيون تاع ذاك الكارتيلاج كتعطي بشوية بشوية، رجل قدو كتعواج، وما حدا كتعواج كيكون واحد ليبيغابوي على واحد البلاصة اللي ما خصهاش تكون عليها، وكتزيد عاوتاني نزيدوا في الالام وتزيد في الاعراض نتاع ذاك لاغتروز نتاع الركاب. نعم، نقدروا دكتور كراكشو نتفاداو لاغتروز ولا يعني شي حاجه مع تقدم السن، يعني شي حاجه كنوصلوا ليها؟ الوغ، باش نتفاداو لاغتروز يمكننا نتفاداو لاغتروز بيان سور، نتفاداوها ماشي 100%، لانه هذه سي ليفوليسيون ناتورال. نعم، ملي كنتزادوا عندنا واحد الكابيتال نتاع داك الكارتيلاج، وداك الكابيتال بشويه بشويه كيمشي مع السن ديالنا، مع حدنا كنكبروا داك الكارتيلاج غادي وكيمشي، غادي سو ديتروي. الا حنا حافظنا على داك الكارتيلاج ديالنا، على داك الكابيتال ديالنا، دونك غنطولوا به بزاف وغادي نعيشوا به بزاف وما يبقاش عندنا الحريق نطول. دونك من اول حاجه هي السمنه. نعم، الناس اللي هما غلاط بزاف خصهم يحاولوا باي طريقه باش يضعفوا. نعم، لانه ذاك الكارتيلاج اذا كنت انت كتوزن 100 كيلو ولا مثلا 90 كيلو، ماشي بحال واحد كيوزن 60 كيلو ولا 65 كيلو. نعم، الكبير غادي يطولوا به اكثر. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سا ديبون على لو ترافاي، لو ترافاي دو شاك بيرسون. نعم، واحد الشخص اللي كي يدير دي ترافاي افيك دي بيي، افيك مانويل، ان اوفريي كي يشارج دي بوان، كيدخل بزاف، وهذا بيان سور يفادي تخي بلو رابيدمون سو كارتيلاج كو دوطخ بيغسون. دونك كاين بزاف ديال المسائل اللي يمكننا باش نتفاداو، ماشي باش ما تجيش لاغتروز مره، لاغتروز غادي تجي هي نقللو منها. هي نقللو منها ونغوتارديو لاباريسيون تاع ذاك لي سامبتوم قبل باش ما نوصلوش من قبل رابيدمون، ما حدنا مازال صغار للحاله ديال لاغتروز سيفيغ اللي ما كيبقى حتى شي حل اخر من غير هاد المسائل. كاين بزاف ديال الامراض اخرين، امراض ديال الروماتيزم. نعم، بحال بوليارتريت روماتويد، بحال اس بي ا، اللي كيعطيو هذيك سيتين امراض هي كتعطي اون انفلاماسيون تاع داك الكارتيلاج وديستركسيون تاع الكارتيلاج. حنا كنا كنهضرو في الاول على الناس اللي هما عاديين ما عندهمش امراض ديال الروماتيزم. نعم، وكاين امراض بعض الحالات دي مالاد دو سيستيم اللي كيعطيو ديستركسيون دو كارتيلاج. هذيك الحالات اللي كنشوفهم حتى عند الناس اللي هما مازال صغار، كتلقى شاب وشابه اللي عندها 25 عام اللي عندها ديجا ديستركسيون تاع ذاك الكارتيلاج اللي عندك دو لا مالادي ديالها. داكشي علاش كنطلبوا من الاحسن الناس اللي عندهم دي دولور اللي جاو زعما ما كانوش كيجيو من قبل وبداو كيجيو من لي دولور افيك دي ديفورماسيون دي زارتيكولاسيون، من الاحسن يشوفوا طبيب اختصاصي. نعم، ولا الطب العام باش يتيكتيو، سورتو الا كان مازال صغير باش يتيكتيو واش هي دي مالادي كون بو سويفغ باغ سويت، دي مالادي كون بو تريتي بور جوستومون باش ناخرو. نعم، قولي على العربيه اللي ماشي مشكل باش ناخرو لاباريسيون تاع هاد العروض ولا ديستركسيون كومبليت يعني تماما تاع ذاك الكارتيلاج. نعم، دكتور كراكشو كاين اللي تيبغي كيفضل على انه كيمشي مثلا للسخونيه في الرمله ديال زاكورا كيتخشاو كاملين، تيقول لك كنحيد الروماتيزم من لو كور ديالي، واش هاد القضيه كاينه ولا غير الناس كيمشيو يديروها يعني بطريقه خاطئه؟ وهي زاكورا زوينه
ولكن الرملة الواحد فلتي تحت الرملة زوينة. وحتى الناس إلا مشيتي انتي مثلا عند كلا مريضة عندك حتى شي حاجة ونعستي في الرملة كتحس بواحد السخونية وأمبيانات فايس كجويديا. نعم بون سي فحال الا خديتي دي زونتي انفلاماتوار حتى الا خديتي بومادا وبومادا كتسخن ودهنتيها راه بيان بلا ما تخي غولاجمون ديال لي بارتي مول. ولكن واش كاينه النتيجه على داك الكارتيلاج بوغ لا روجينيراسيون تاع داك الكارتيلاج؟ ما كايناش ايتيود كي اتي في دون سو سونس بو بروفي سا فهمتيني. نعم دونك ولكن الناس كيحسوا بواحد واحد الحاله مزيانه وهذا ما كاين مشكل. ولكن باش الكارتيلاج il va être régénéré و غادي نتفاداو داك الارتروز بداك سميتو هادي محاش. الا كان في الاول الا كان في الاول ديالو كان جا شويه الحريق ومشى حتى الى خدا ادويه نفس الشكل فهذا ما كيمنعش يمكن داك الرمله تاع مرزوقه تكون مزيانه. نعم ولكن حنا دائما تنقولوا من الاحسن الواحد ما يحس باي الم كما قلتي الواحد ما يداويش راسو ما يمشيش يمشي لا فارماسي ويقول لهم شنو كنحس وياخذ اي حاجه ممكن لا تاثر عليه فيمشي لعند طبيب مختص من الضروره. دكتور سمير كراكشو الاخصائي في جراحه العظام والمفاصل بالرباط من احسن الدكاتره والجراحين اللي كيتوفر عليهم المغرب اللي هو حقيقه مفخره لكل اطباء المغاربه. شكرا لك جزيلا على تلبية دعوة البرنامج دكتور كراكشو. شكرا شكرا لكم ورمضان مبارك سعيد علينا عليك وصباحك مبروك دكتور كراكشو. بارك الله فيك. شكرا لك.